استني يا نسنتو، هي انا مش عايز تاخير عن مواعيد الدار، مفهوم؟ نعم يا كابتن. كابتن شايفاني لابس شورت قدامك؟ انا مدير المنطقه الامنيه هنا يا نسا. مدير المنطقه؟ انا على اخر الزمن يتقال لي هه؟ ماشي، انا هوريكم مين هو الضابط سعيد مدير المنطقه الامنيه هنا. صباح الخير يا عم ريحان. يا صباح النور، ازيك يا استاذه شيرين؟ الحمد لله. فكره بقى، انا غلبت مع الزرعه دي، مفيش اي نتيجه جايه معاها في اي شغل، حتى الدواء الجديد برضه مش جايب نتيجه. صراحه بقى انا بقترح ان احنا نشيل الزرع ده كله ونزرع الجديد تاني. لا، ما تشيلش اي زرعه من مكانها، اتصرف، اعمل لهم اي حاجه، عالجهم، حط لهم دواء، اعمل اي حاجه الا انك تشيل شجره من مكانها. بصراحه انا غلبت معاهم، مفيش اي فايده. انا بقالي 40 سنه جنايني، عمري ما شفت زرع بالشكل ده. امال انا جايباك ليه يا عم ريحان؟ اتصرف، انت اللي فيك البركه. ريحان. افندم يا هاني. بقول لك ايه، انا عايزاك تروح تجيب لي حنظل وتيجي بسرعه. حنظل نعمل بيه ايه؟ انت مالك حاكله يا اخي؟ ملوش لازمه عندنا. هتروح تجيبه ولا مش هتجيب؟ اوامرك. وعايزك تشيل الصبار اللي في الجنينه ده كله. اشيله ازاي؟ ده انا زرعه بعمر ست شيرين، ده انا لو شلته تذبحني. قول لها مات وهزرع غيره، فيها حاجه دي؟ وما تعملش كده، وبعدين عد عليا. حاضر. كلامي مفهوم؟ مفهوم يا هاني. ما تتاخرش. حاضر. يا مصبرني يا رب. خلاص يا احلى تيتا في الدنيا، يا وش السعد انت. اتقابلت في كلية إعلام جامعة القاهرة، وهبقى أكبر مذيعة في مصر. ألف 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 مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك. يا رب كده حقق كل اللي انت بتتمنيه يا قلبي. يا رب. لكن قولي لي بقى، بيت الطالبات اللي انت حجزتي فيه ده، يعني أمان كويس؟ مبقاش قلقانة عليكي؟ اه طبعا يا تيتا، عادي. يعني ما كل الطالبات اللي بيكونوا جايين من محافظات يدرسوا في القاهرة بيقعدوا بيت طالبات. طيب مش عايزاكي تنسيني بقى، عشان انا وحدانيه وانتي نور عيني من جوه، انا مش عارفه هفرقك ازاي واسيبك ازاي يا حبيبتي. طب بذمتك ده كلام حد يقدر يبعد عن القمر ده؟ انا هجيلك كل اسبوع خميس وجمعه، ما اقدرش استغنى عنك حبيبتي. والله حبيبتي قلبي، ربنا يخليكي ليا يا غاليه. خليكي ليا حبيبتي كل انتي. يعني انت عايزه ايه دلوقتي؟ ولخصي عشان انا تعبت. تتقدم لبابا تقرا معاه الفتح بس. اقرا فتحه بس؟ انت بتهزري؟ طب ما انا قلت لك يا حبيبتي اكلم بابا قبل ما ينزل شغله على مصر، ونيجي نكلم باباكي ونقرا الفتحه. لا انا عايزه فرح كبير، ودبله ومحبس واسوره وكله. وايوه بقى لو معاهم وشتين زي البنات اصحاب. ايه يا ورده؟ ايه يا ورده؟ انت تتجوزي على بابا؟ انا مستعد اقرا معاكي فتحه دلوقتي حالا، بس بشرط لما ربنا يكرمني كده وابقى نجم اكشن زي احمد السقا، اوعدك وعد شرف ان هاجي اقرا فاتحه، وساعتها يا ست هجيب لك كمان الماز مش ذهب. نعم تبقى نجم. تبقى ساعتها مش هتقرا الفاتحه دي مع ابويا ابدا. اقعدي اقعدي اقعدي. انت ايه؟ انا شكلي كده ان شاء الله هخليه يقرا الفاتحه دي على دماغك حالا. انت ايه بومه؟ ماشي فقر بوعي. طب بص يا ورده، انا حبيبتي هعمل جمعيه ب2000 جنيه. انا بقول يعني نبدا حياتنا بدبلتين وبعد كده ربنا يسهل. 2000 جنيه؟ هم ال 2000 جنيه دول يعملوا ايه؟ ده ما يشتروش فضه. انا اقل حاجه عايزه شبكه ب 20000 جنيه زي بنت خالتي. مانيش وحشه، انا احلى منها 1000 مره. 20000 جنيه ايه؟ 20000 جنيه اجيبهم منين انا دلوقتي؟ ما نعرفوش، اتصرف. انا مش اقل من اي حد، وانت عارف كويس. يلا بينا يا بنت يا فل. يلا بينا يا بنت يا فل. الورده وفل دول زفته ونيله. انت السبب، انت السبب عشان ابوك جنايني جايبينا دول. فاكرهم ايه؟ طرح الجناين؟ بلاخيبه دول ريحتهم وحشه ويقرفوا. بس انا بحبها يا عمرو. بتحبي مين انت؟ موهوم. بكره كده تقابل منى زكي
منى شلبي وتقول كنت عارف جوزين بقر. قوم يا مروان، قوم يا مروان، خلينا نمشي ورانا المستقبل وعايزين نجهز له. قوم يا عم مروان، قوم. قال ايه؟ عايزين يامنوا مستقبلهم. هو احنا لينا مستقبل؟ ده احنا لسه صيع يا مارو. تعال يا حبيبي تعال. خير يا بنتي؟ ايه اللي مطلعك من السكن في ساعة متأخرة زي دي؟ خير يا بنتي؟ انت عايزة حاجة؟ يا أنسة يا بنتي. عم ريحان. انت يا أنسة. يا عم ريحان. سعيد انت بتكلم نفسك؟ لا لا لا، هي اكيد راحت تنام وانا بقى مفروض اخش انام. انا كمان. تصبح على خير. تصبح على خير ايه يا راجل؟ انت هتنام دلوقتي، الساعه ما جاتش 8. 8 يا ده كده الجامعة نومي من بدري. يا سعيد تصبح على خير. طب بقول لك ايه، ما عندكش جوه لقمه كلها؟ اصلا هم قفلوا المطبخ. مفيش غير عيش وميه. بس لك لقمه في شويه ميه. عيش وميه؟ لا انا بيجي لي حموضه من العيش والميه. انا هنام خفيف. تصبح على خير. انت من اهله حبيبي. صباح الخير. صباح النور. ام شهاب، البلوزه دي مش نظيفه وانا كنت محتاجه ان انت تغسليها لي. نعم، انت عارفه انا ما بغسلش هدوم لحد. كل واحده فيكم بتلم غسالها وبتغسله في اليوم بتاعها. ايوه انا عارفه كده، بس انا هتاخر النهارده في المستشفى، فبصراحه كده كنت محتاجه ان انت تساعديني. بصي مدام فريدة، أنا النهاردة كنت هتأخر شوية في المستشفى فهبات هناك. مش هينفع يا حبيبتي، قانون الدار عندي هنا محدش يبات بره. معلش بس أنت عارفة إن أنا في كلية طب وصاحبتي كانت تشرح لي شوية حاجات كده. وأنت عارفة من الأول مفيش حد بيبات بره. طب المرة دي بس عشان خاطري. هقولك إيه، عشان خاطرك المرة دي بس مش هيتكرر تاني. حاضر، وعد. ماشي. ربنا يخليكي يا أبيض أنت. انا عايز اعرف دلوقتي انت بتعيطي ليه؟ انا شو مسافره وسايباني وانت عمرك ما عملتي كده. توتا والله العظيم غصب عني، انت عارفه الجامعه. طب انت يرضيك ان انا كل يوم اروح من المنصوره لمصر عشان احضر بس المحاضره وارجع؟ انت عارفه دي تكلفه قد ايه؟ ولو حتى ما كانتش تكلفه، انت عارفه لو قطر فاتني انا ممكن اتعب قد ايه بقى؟ يا حبيبتي انا قلقانه عليكي، خصوصا انك انت هتسكني في سكن غير سكن الجامعه. وبعدين يعني الناس اللي انت هتسكني عندهم دول ما نعرفش هم عم بيعملوا ايه وبيتصرفوا ازاي، والبنات اللي جايه تسكن معاكي اخلاقهم ايه وجايين منين؟ انت والله العظيم اكيد ناس كويسه. وبعدين انت عارفه صاحبه الدار دي بنت انسه ومعاها مامتها. وبعدين يا تيتا يعني معلش عديها، هي سنه دي بس والله احنا ما لحقناش نحجز في سكن الجامعه، ودي المكان الوحيد اللي لقيناه ورخيص 300 جنيه بس، فمعلش عديها. وبعدين ما تخافيش، ده انا معايا حتى منى، وانا هاجي لك كل خميس وجمعه وامشي كل يوم السبت. خايفه؟ خايفه خايفه من ايه بس يا تيتا؟ ما تخينيش امشي وانا قلقانه عليكي اصلا.
يو شفتي بقى يا منى بتتصل. انت بقى والنبي خلاص ما تعيطيش عشان كده، انا القطر هيفوتني. والله العظيم هكلمك كل يوم. ما تغيبيش عليا. مش هغيب بقى والنبي ما تعيطي يا تيتا، مش عايزه اعيط. انت مش ملاحظه ان الزرع هنا بيموت رغم المجهود اللي بيعمله ريحان فيه؟ وانت يعني مش عارفه هو بيموت ليه؟ ما انت عارفه، وعارفه كويس ان مهما عملنا معاه عمره ما هيخضر. صباح الخير يا استهانة. صباح الخير يا ريحان. كنت عايز بس يعني استاذن حضرتك، ابني وابن اخويا جايين لي، كنت قاعدهم معايا في الاوضه بس يومين لحد ما يسلموا شغلهم، وهو على الاقل يساعدوني في شغلي. ما ينفعش طبعا، البيت ده فيه بنات، هتقعدهم فين؟ يا هانم ما حدش هيحس بيهم خالص، ده هم يومين وهيمشوا، على الاقل يعني يساعدوني في شغل الجنينه. هو انت فهمك بطيء ولا ايه؟ ما انا قلت لا. خلاص يا شيري مش كده. ماشي يا ريحان، خليهم يجوا بس بشرط يخشوا ويخرجوا من غير ما حد يشوفهم ولا يحس بيهم. ما حدش هيحس بيهم خالص يا ست هانم، كتر الف خيرك، متشكر متشكر قوي. انت ايه اللي عملتيه ده؟ حد عارف اللي هيجوا لنا من انهي داهيه دول؟ هيقعدوا معانا ازاي وهيعرفوا ايه؟ ولما بقى يجوا يقعدوا معاه من غير احنا ما نحس، هتعملي ايه؟ مين ده اللي يجي من غير ما احنا نعرف؟ صعب قوي الكلام ده يحصل معايا انا. صباح الخير يا مدام. انا عايز اعرف ايه وضعي هنا بالظبط. وضعك؟ يعني ايه وضعك ايه؟ انا خريج شرطه مدرسيه، يعني ضابط، واي بنت هنا لازم تعرف ان انا ضابط في المنطقه هنا هو، وكل واحده فيهم لازم تلتزم بالقواعد والقوانين بتاعه المكان، واللي مش هتلتزم انا هحبسها. ده انت اتجننت؟ تحبس مين وفين وليه؟ انا لقيت اوضه صغيره كده جنب اوضه عم ريحان، جبت لها قفل وجبت كام فار رميتهم فيها علشان البت لما تدخل الفار يقعد يقرقط فيها وتقعد تصوت وتعرف ان وعد الله حق وتعرف مين هو الضابط سعيد. انت اكيد اتجننت. حلو انك جبت الاوضه اللي عشان تتحبس فيها، هحبسك فيها واخلي الفران اللي انت جايبها يقزقزوك وياكلوك، لان كل اللي فيك ده فلوسي انا. تحبس ابن اختك؟ واحبس امك كمان. هي وصلت لامي؟ الاخوات بقى يحبسوا بعض يا جدعان. بتعملي ايه؟ انا ولا حاجه، انا باخد هدومك عشان اغسلها لك. وكنت بترغي مع البت سماح بتقولوا ايه؟ ولا حاجه، دي كانت عايزاني اغسل لها هدومها وانا رفضت عشان دي اوامرك يا انسه شيرين. شاطر شاطر، عايزاكي بقى دايما تخلي اوامري حلق في ودانك، عشان لو فكرتي تشيلي الحلق ده انت عارفه ايه اللي هيحصل. طبعا فاهمه على اذنك يا ريسه شيرين. هي شيء مش هتبطل تعمل فيها مهندسة؟ ده هتطفش البنات، ده احنا كده هنشحد. تأمري بحاجة يا مدام؟ لا، غوري من وش. يا أنسة سحر، انت يا سحر قومي. خير؟ في ايه؟ انت بتسهري كتير ليه؟ نعم.
انت مالك؟ مالي؟ لا هو مالي فعلا لان انا صاحبة الدار. مش فاهمة فين المشكلة؟ مذاكر انا في كلية اثار وعندي مذاكرة كتير، اعمل ايه يعني؟ لا انا فهمك فين المشكلة. المشكلة انك بتستهلكي كهربا كتير وانا اللي بدفع. ذاكري بالنهار. والله انا اللي اشوف احب اذاكر امتى واحدد الوقت المناسب ليا. وعموما انا اتعودت على السهر والمذاكرة بالليل، ويا ريت تخرجي بقى عشان عايزة انام. طب اعملي حسابك بقى من اول الشهر تشوفي مكان تاني تبقي تسهري فيه براحتك. لا طبعا انا دافعة الترم كله، واوعدك اول لما يخلص انا لو ما كملش هنا اصلا. جميل. مالها دي؟ الو. ايه يا ماما؟ انا الحمد لله كويسه تمام، لكن اللي اسمها شيرين دي بنت صاحبه الدار مش مبطله تضايق فيا. انا خلاص زهقت منها ومن تصرفاتها معايا. شايفه نفسها شويه؟ يبقى خلاص مشيها من هنا بدل ما تخلي العين علينا. طالما هي حابه تقعد معانا نكرمها، نكرمها شويه اللي نفسها تقعدهم معانا. وبعدين دي دفعه الترم كله وانا لازم اخليها تطلع من الاوائل. يا ترى ناوي على ايه يا شيرين؟ يا الله. وانت يا بنتي بتدور على حاجة؟ قولي لي وانا ساعدك. قولي يا أنسة يا بنتي الحلال. انت يا بنتي ابويا وحشني، وحشني ابويا، وحشني قوي، وحشني. طمني عليك، اخبارك ايه؟ ليك وحشة كبيرة. ايه في يا حاج مالك؟ هو ابوك شكله مش طايقنا ولا ايه؟ عارف كان في بنت هنا بتدور على حاجه، بس الظهر لما شافتكوا اتكسفت ودخلت جوه. بنت؟ انا مش شايف اي بنت. ده ابوك شكله منون يا مارو. شكله كده. طب بقول لك ايه يا حاج، فكك من الكلام دوت. انا امي بعت لك شويه اكل بس ايه يستاهلوا بقك. اكل دي بعت لك حله محشي كرنب قلبت ريحه القطر. والله يا عمي عايز اقول لك واحنا جايين الفراخ البيضه اللي في الحله حاطين من فرحه عشان هتشوفك. ارسيت يا عم ريحان. محشي كرنب وفراخ. الله، بس البت دي كانت بتدور على حاجه. ايوه. طب تقول لي وانا كنت اساعدها. Thank you.
يا خسارة. شفت الفيلا حلوة ازاي؟ وفي الآخر الزرع كده دبلان. أكيد ما حدش بيهتم بيه، وإلا ما كانش يبقى دبلان بالشكل ده. حرام والله. قولي لي صحيح، انت معاكي وصل فوري ولا لا؟ اه طبعا جبته. اوعى تكوني نسيتيه، اكيد طبعا هيسالونا عليه. لا لا، هو يا اختي معايا اهو. يوه نصحه نصحه، فين يا اختي؟ اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ مين ده؟ انا الضابط سعيد، رئيس امن المنطقه دي كلها. طول اللي اخركم لحد دلوقتي. معلش والله يا استاذ، بس هو الطريق كان زحمه والله. احنا اسفين، اسفين والله، اخر مره مش هتتكرر تاني حضرتك، اسفين جدا. اول مره سماح، بعد كده فيها سجن، مفهوم؟ اه نعم. اتفضلوا اتفضلوا. حاضر حاضر. مين ده ولا ايه؟ مين ده؟ احنا فين اصلا؟ احنا جينا في، انا حاسه ان العنوان غلط، ده مش طبيعي. مساء الخير. مساء النور. منى عبد الحميد، هناء محمد علي. احنا حضرتك اللي حاجزين هنا غرفه فيها سريرين. اه بس انتوا اتاخرتوا ليه؟ معلش احنا اسفين جدا والله، اصل المكان هنا بعيد قوي عن محطه مصر، واحنا جايين بالقطر. وانت عرفت شروط الدار؟ اه احنا قريناها على صفحتكم على النت واحنا موافقين. طب كويس، عشان انا كنت عايزه انبه على حاجه كمان. اتفضل. الغسيل هنا يومين بس في الاسبوع، هما دول بس اليومين اللي مسموح لكم تستخدموا فيهم الغساله الاوتوماتيك. اي حاجه عايزين تغسلوها في وقت غير ده تغسلوها على ايديكم. في كمان موضوع مهم لازم اقول لكم عليه، اخر ميعاد لدخول الدار هنا الساعه 10 بالليل، الا لو عندك شغل في الكليه، وده غالبا بيكون في كليات الطب بس. انتوا اعلام؟ لا طبعا مش هينفع، انا بدرس اعلام وغاويه تمثيل، واكيد هشتغل يعني، هتاخر وهسهر. لما تبقي تشتغلي تبقي تجيبي اوردر التصوير بتاعك، الدار هنا مش سايبه. على فكره انت معاكي حق في اللي بتقوليه، احنا مش زعلانين خالص، ده كده احسن، احنا مش هنتاخر ان شاء الله. ممكن بس تقولنا فين الاوضه عشان احنا تعبانين قوي وعايزين ننام؟ لا مش ممكن، عشان انا لسه ما خلصتش كلامي. الملايات واكياس المخدات كل واحده فيكم هتغسلها كل 3 ايام. انا بحب النظافه، ومش مسموح ابدا ان واحده تحط بقعه روج او بقعه مكياج على اكياس المخدات، لاني هدفعها ثمنه. كل واحده فيكم تبقى تمسح وشها قبل ما تنام. طب ممكن لو سمحتي تطلعينا بقى اوضتنا عشان احنا بجد تعبانين قوي وعايزين ننام. وصليهم اوضتهم يا مشاه.